هي دي اللي انا بتكلم فيها، هي دي. يلا يا اخوانا، يلا يا اخوانا، الكره اللي في العرض دي ما تنفعش. يلا يلا ضايقوني يا جدعان. ثلاث نقط مهمه، تلك الدوسيهات كلها اهي. هي دي يا رافينيا، هي دي بقى يا اخي بقى. ايوه كده، ارجع بقى وزهزه الدنيا بقى يا اخي. يا اخي انت بتعمل ايه يا عم فاتي الحلاوه دي؟ يا جدعان يا جدعان، ما انا بقول، يا جدعان ما انا بقول، اسمعوني. هي دي هي دي، فاموس. بسم الله الرحمن الرحيم. عدوا، لانه انا جايب لكم الليله، جايب لكم بقى الحيكي والميكي على اصول الله، جايب لكم الترابنتيكه كلها. عدوا، طفينا النور ده شام محمد، الله يخليك، قلل لنا كده الاضاءه ايه في الخميس كده. ايوه، وتابع معايا هذا الفيديو. اعتقد وضحت واتعرف دلوقتي ورسميا مين هو الفقاعة. اتعرف اساسي كويس جدا مين المدرب الابيض، مين المدرب الذي لا يفقه شيء في عالم كرة القدم، مين هو المدرب اللي على الله، مين هو المدرب اللي ماشي معاها مايوني، مين هو المدرب ومين هو المدرب ومين هو المدرب. اتعرضت لانتقادات كتير واشكال كتيرة جدا. اتعرف دلوقتي نتيجتها وصلت فين. اتعرف دلوقتي ان الفقاعة هو الموريسيو. قلتها لكم من الموسم اللي فات، تكروا المؤتمر الصحفي، قلتها لكم بشكل واضح وصريح، تلك الدوسيهات كلها اهي، تركوا الورقه ابيض. ليه؟ لان هو ابيض. وقد كان ثلاث ماتشات لعبهم ورا بعض، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، ثلاث خسائر الاداره اقالته هو والله تلا اخويا اللي معاه اللي اسمه عمرو خير. طبعا انا مش عايز اتكلم ومش عايز اقول ان بعديها جالي ناس بتتوسط، وحط تحتيها 100,000 خط، بتتوسط لعلاقه ترجع تاني مع الموريسيو، وان بدايه من الموسم الجديد، لان خلاص الدوري الانجليزي خلاص خلص، الدوري الاسباني احنا لسه فاضل لنا اربع شهور ولا حاجه، ولكن الدوري الانجليزي خلاص خلص، والناس بتبتدي بقى تتوسط انه ارجع تاني العب مع الموريسيو، ابقى مساعد مدرب بقى والكلام ده كله. ولكن خلاص يا باشا، خلاص كتاب المقفول ما بيرجعش، كتاب المغلق ما بيرجعش، واعتقد واضح للجميع. شوف انت جاي منين وانا جاي منين، شوف انت تبقى ايه وانا ابقى ايه، اعتقد قالها الفنان احمد سعد بشكل واضح وصريح. واتمنى ان الموريسيو توصل له الرساله دائما ان انت على الابيض وعلى الله. فضلوا اساتذه عدوا، لانه عندنا دلوقتي كلام مهم عايزين نقوله على السبوره بتاعتنا الالكترونيه الشقيه الحلوه. طيب، عندنا مباريات ايه؟ عندنا بسم الله الرحمن الرحيم التشي في الكاس، عندنا بعد كده خمس مباريات من العيار التقيل، اتلتيك بلباو، رايو فايكانو، ليون وهو بطل مواجهتنا في دور ال16، اشبيليا، واتلتيكو مدريد تاني سنة موعود بيهم الموسم ده كله خلاص. ولكن خلينا نشوف جدول مباريات دور ال16 لدوري الابطال، مين هيلاعب مين. طيب، عندنا مباريات دور ال16 كالتاتي: ليفربول وكلاب بروج، برشلونه واولمبيك ليون، ميلان وفيا ريال، يونايتد واينتراخت فرانكفورت. ايه ده اللي جابنا هنا؟ ايه اللي جابنا هنا يا جماعه والنبي؟ ماشي، ما علينا، بس كده خلاص. لا، مش في دور ال16 يعني 16 فرق 4 4 8. التانيين اهو مانشستر سيتي ونابولي دي ولا لاتسيو حاجه كده، اعتقد لاتسيو يعني، بس انا مش ضليع قوي في الايطالي. اتلتيكو مدريد ويوفنتوس، عايزين نبقى نشوف الماتش ده والنبي يا جدعان، يعني فكروني. لو فكرنا محمد بالله عليك لما اجي احط جدول التدريبات استثني اليوم ده. ريال مدريد ونابولي هيبقى عندنا اليوم ده تدريب الصبح وبالليل عشان بس الدنيا تبقى واضحه. باريس وتوتنهام، اعتقد الماتش ده شبه محسوم اصلا، مش محتاجين ان احنا نتفرج عليه. تشكيل مباراه التشي في الكاس هتكون كالاتي: مارتينيز في حراسه المرمى، توموري وجوميز، وديست وبنشيلويل وسانشيز ونيكو جونزاليس واليساندريو انيستا، اليساندريو انيستا الرسام، عايزك تبدع بقى فن بقى، وحكيم زياش وعمر مرموش وجايا في مركز جديد. طيب، عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول انه لا بديل عن الثلاث نقاط في هذه المباراه، ثلاث نقاط الفوز اصلا، ده ماتش كاس خلاص، وانه ممكن يتم الاستغناء عن لاعب انا مش عايز اقول هو مين، ولكن سيتم جلب قلب دفاع اخر، سيتم جلب قلب دفاع اخر، وجاهز والمفاوضات جاهزه معاه، بس انا مستني اشوف الماتش ده، لان الماتش ده هو اللي هيحكم، الماتش ده هو اللي هيحكم، واعتقد الرساله وصلت، فتجمدوا كده، وعايز اشوف قلق في ارض الملعب.
أموز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا ميسر الحال يا رب. يا كريم. عايزين نلعب السهل البسيط يا جماعة ونخلص الماتش ده. مش قادر أنبح بصوتي. مش قادر أعلي صوتي. ماتش سهل وبسيط. خليك. حلوة. ربع ساعة عدت مفيش جون. اوكي. هي دي. ابن بلدنا البار. عم عمر مرموش. ابن بلدنا البار. عاش عمر امين شو. عاش قوي. هي دي. خلوا عم محمد يوزع على بقية الدكة عشان ما يقولش ان انا طفل باكل لوحدي. قافل. صح كده. صح مارتينيز. صح. خطير. خطير عم محمد والله. ضغط يا عم. صح 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 صح. روح يا مرموش. خلص يا مرموش. خلص. سهلة دي. ها يا مرموش. ها يا خرب بيتك. في عم عمر. ماشي ماشي. حلوة حلوة قوي. حلوة قوي ريناتو. هي دي. هي الكرة دي. فش حاجة حكم والله. والله ما فيها حاجة. والله حكم ما فيها حاجة. الشوط الاولاني بس. ايوة بالزبط كده. ها اللي بعده. دفع جامد. دفع جامد. سهلة. سهلة ما نصعبهاش. صح 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 صح. اهو افتح له يا راجل. يا راجل من بدري. حلوة مرموش قوي. حلوة مرموش قوي. ثقة. بتكسب ثقة يا ابني. ها جيله فرص ولا مرموش ده بيضيعها؟ ليه ما اعرفش. كان ممكن الشوط الاولاني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. جوميز 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 جوميز. الدفاع مفتوح. صح صح. ها يا ابني ريح الكورة يا ابني. ماشي ماشي. تعالى تحت تعالى تحت. صح صح صح. حلوة حلوة حلوة. حلوة قوي دي. حلوة قوي دي. مين اللي شاطها بعد اذنك بس؟ قول لي بس مين اللي شاطها بالله عليك. انتوا مش عايزين تقولوا لي؟ مش عايزين تقولوا لي صح؟ خلاص براحتك. مش عايز اعرف. خلاص يلا عادي. يعني ده إلتش يا جدعان في الكاس. إلتش في الكاس. ما ينفعش الاخطاء دي. عدت عدت. ماشي يا جومس. ماشي. حلوة حلوة يا ريناتو. خلاص يا حكم. حكم خلاص. حكم بالظبط بالظبط. ابطال الكاس ان شاء الله. ابطال الكاس. ها ها. عايز اشوف التمرين ده على راسي. عايز اشوف التمرين ده على راسي. ايه انيستا. ايه انيستا. صح صح. عالكوره عالكوره. صح برافو. قالك فيلد. قالك فيلد. يا ولد يا ديست. يا ولد يا ديست. ها يا ديست يا ديست. صح صح صح. هيلعبها هنا. هيلعبها تحت. هيلعبها تحت. هيلعبها تحت. صح. ها 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 ها. سريع سريع. خليك سريع. صح. هيلعب اوعى يا ديست. ماشي ماشي يا تموري. عاش قوي عاش قوي. ها ها. بطل 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 على الرايق. صح صح يا ولد. صح يا ولد. صح 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 صح. زي ما احنا زي ما احنا زي ما احنا زي ما احنا. عاش بنشلول قوي. ها ها. ماشي 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 ماشي. اخر ثانيه اخر ثانيه اخر ثانيه. عاش بنشلول. عاش بنشلول. ها لمسه ولعب. لمسه ولعب. لمسه ولعب. بقول خلي معنا دول احتياطي. العشر ساعات دول يحصل فيهم حاجة ايه شديدة. يلا يلا. عايزين مين من جوزة. مع السلامة. اللي بعده جراند سفير مش عارف ايه. يا عم والله انا اكسبت على اي اوفر انت عايز تمشي فيه. يلا. يا مساء الخير. يا مساء الخير يا حبيبي. يا مساء الخير. اتفضل اتفضل امورني. اهلا بيك. اهلا بيك يا حبيبي. اهلا بيك. امورني. انت عايز ايه بقى؟ ديست وتديني مين ده باشا؟ مين الماريوس وولف؟ لا بص انا عايز اقولك على حاجة. اولا قيمة ديست 30 فال 26 دي مش هتنفع. ولكن انا عايز لعيب تاني وعايز يبقى فول باك كده. وريني الفول باك. مفيش فول باك عندك. حلو. طب اقول لك على حاجة. انا عايز بريرا والفلوس يا عم هي هي ومقضية. ها اسمع مبروك يا عم ارمط. ها براحتك انت اللي زعلت. مع السلامة. قلت لك خد ديست اديني بريرا. توفيق شوك. اخر ساعة اخر ساعة اخر ساعة. تن 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 تن. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيل مباراة اتلتيك بلباو سيكون كالتاتي. اولا فاتي في الهجوم. هيبقى عندنا ليفاندوفسكي. هنا رافينيا الغايب الشهر اللي فات. رافينيا ولكن الشهر ده عايز اشوف اداء مختلف. انيستا هتريح وينزل دي بروين. ريناتو سانشيز. وهنا هيبقى كيسيه. اراوخو وزكريا. كانسيلو وجاي. وطبعا مارتينيز في حراسة المرمى لان دي اصلا ما فيهاش كلام. دلوقتي يا جماعة المباراة دي لا بديل فيها الا عن الثلاث نقاط. لانه صراع الدوري ابتدى يزيد. صراع الدوري ابتدى يزيد وابتدى يروح في مراحل صعبه. تيجي تقول لي طب الوضع ايه في الدوري؟ اقول لك تعالى تعالى بقى بص معايا. الوضع في الدوري دلوقتي يا اساتذه بسم الله الرحمن الرحيم كده. احنا في المركز الثالث. انا احنا وريال مدريد نقر ونقير. اتلتيكو مدريد ما خسرش ولا ماتش لحد دلوقتي. احنا خسرنا 3 وريال خسر 5. فبالتالي اتكفف ملعبنا احنا ضد الريال. ولكن فرق 9 نقط ضد اتلتيكو. ولسه احنا عندنا معاهم ماتش. اخر ماتش في الشهر ده. وسهل ان احنا نكسبهم. سهلين مش صعبين. فلكن نعمل اللي علينا. 3 نقاط لازم يبقوا من نار في 4 ماتشات بتوع الدوري. وماتش بتاع دوري ابطال قدام ليون. مش عايز حقيقي وميكي. خلاص يلا يا جماعه توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جود ايفنينج ايفري ون. كومستاس كومستاس اميغوس.
طبعا مباراة أتلتيك بلباو لا غنى عنها، وهي مباراة لعودة قائد الفريق الصغير القادم أنسو فاتي لقيادة زمام الأمور مع الدب يدب مطرح ما يحب كيفن دي بروين. معلش لوني بس متلعثم حبتين، ما نمتش بقالي يومين والله ما نمتش خالص. ممفيس ديباي لا بديل طبعا عنه، ولكن اي هاف تو روتيت، لازم بقى روتيت للسكواد، لان احنا عندنا منافسات كبيره مستمرين فيها، عندنا لسه المنافسه على الدوري مستمره، عندنا بطوله الكاس وعندنا دوري الابطال، ولكن ده بيدي ثبات في الفرقه ان الفرقه كلها فريش. لما اجي اعمل روتيت للفرقه كلها فرقه تبقى كلها فريش. طبعا الكلام اللي بتسال عليه دلوقتي من استاذ مسعد ابو الوفا فيما يخص قصه الموريسيو والبتاع، يعني ارحمه عزيز قوم ذل، ولكن انا بقولها له بشكل واضح وصريح، بيت اخوك مفتوح كده وكده يعني ماشي. ولو محتاج تبقى مساعد مدرب ليا انا جاهز جدا، ممكن تيجي تستفيد من خبراتي. شكرا. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، العب السهل العب السهل يا ولد يا زكريا يا ولد يا كيسيه. سوري يا ابني، معلش معلش، لسه مش حافظ الفرقه. يا ولد يا ديبو يا ولد يا ديبو، هو تاني السحلاوي، هو تاني السحلاوي. يا ولد يا ولد يا ولد، الكره دي جون المفروض بقى ولا ايه؟ يعني المفروض الكره دي جون. ماشي ها، دي بروين بس كده، هي دي اللي انا بتكلم فيها، هي دي بالظبط، سهله وبسيطه. انا قلت الكره دي جون لدي بروين على طول من الاول. عاش قوي عاش قوي ديبو، عاش قوي، سهله وبسيطه يا ابني، مش محتاجه فلحص اصلا. عاش 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 قوي كسيه، عاش قوي كسيه بالظبط، هي دي. ما يعديش منك ما يعديش منك يا كسيه. يا ولد يا كانسيلو، ادي للديبو على طول، ادي للديبو. تاخرت يا ريناتو تاخرت، بس سهله سهله بهدوء، احنا كسبانين احنا كسبانين والوضع مستقر. الله الله الله، هي دي يا فاتي يا راجل، حلوه يا فاتي، حلوه حلوه. لا عادي عادي، مفيش حاجه مفيش حاجه، لسه الماتش بتاعنا وفي هدوء وسكينه. مشي لعب مشي لعب يا دي بروين، مشي لعب يا دي بروين. الله يا دي بروين، حلوه دي بروين، حلوه حلوه كيسيه، حلوه يا جماعه حلوه، بس عايزين ناكد عشان ما تغفلقش علينا. يا ساتر بتاعتك يا راخو، صح يا راخو صح، ها قفل عليه، صح يا راخو قوي. يلا 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 بتاعتك، يلا بتاعتك، يلا بتاعتك، زايد زايد زايد، ماشي يا ولد يا ديبو، يا ولد يا ديبو. ها ها، مين معاه يا جماعه؟ مين يا جدعان معاه مقرب بالظبط؟ لرافينيا جون، هي دي يا رافينيا، هي دي بقى يا اخي بقى، ايوه كده، ارجع بقى وزهزه الدنيا بقى يا اخي، ارجع وزهزه الدنيا. عاش قوي فاتي، عاش قوي التعاون. تقول لي بقى لا ميسي ولا بلابيسيو ولا الناس دي كلها، الناس دي كلها فقاعات، فقاعات كلها اتفرقعت، كلها فقاعات واتفرقعت. عاش قوي رافينيا. ها قافل قافل الزاويه قافل الزاويه قافل الزاويه. يا ولد يا زكريا، يا ولد يا زكريا، على قفلتك للزاويه يا زكريا، يا ولد يا زكريا، بسم الله الله اكبر. عاش قوي عاش قوي 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 الجون اللي دخل فينا ده. ماشي يا ولد يا فاتي، يا ولد يا فاتي. ها حلوه فاتي، حلوه 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 حلوه. تاني تاني ليفا، كفاياك تقل. بتاعتنا 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 بتاعتنا، لسه بقول لك بتاعتنا يا زكريا. يا ولد يا مارتينيز، يا ولد يا مارتينيز، بس بتاعتنا مفيش حاجه، هي دي. سانشيز سانشيز اهمد على الكوره. يا لهوي يا ولد يا ها، صح زكريا صح زكريا صح زكريا قوي. يلا يلا ريناتو، يلا ريناتو يلا ريناتو، كله يزيد كله يزيد معاه. بتاعتك يا فادي يا اخي، انت بتعمل ايه يا اخي؟ يا اخي انت بتعمل ايه يا عم فاتي؟ الحلاوه دي بتبدي نفسك لمصلحه الفريق وللعيبه، ان اللعيبه تنبسط وتجيب اجوان، هو في كده يا اخي؟ عاش قوي يا فاتي، عاش قوي والله، عاش قوي. هي دي هي دي يا جماعه الروح. يا ولد يا ولد ولد على اللمسه واللعبه، يا ولد على اللمسه واللعبه، صح كده صح. تعالوا تعالوا، بص يا اساتذه، اداء محترم واداء رجولي، وعجبني التيتا والنن، عجبني التيتا والنن، هنكمل على هذا المنوال. ماشي عجبني قوي يا فاتي، بس صدقني يا فاتي لو ما جبتش جون وبطلت التعاون الشديد ده هخرجك عشان الامور تبقى واضحه. اتفضل يا عم دي بروين ده، يا عم دي بروين ده. ها صح، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، صح 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 قوي. كان يا ولد يا كانسيلو، يا ولد يا كانسيلو، نفسي ليفا تجي تعمل حاجه والله، نفسي اخليك تجيب جون يا ابني. الله يا حلوه ليفا والله، والله يا ابني حلوه الكوره، عملت اللي عليك وزياده، بس الحظ ما خدمكش. حلوه حلوه، اخر نفسك كسيه حبتين، حلوه قوي قوي قوي. صح الضغط صح الضغط، خدم عليه اراخو بتاعك بتاعك اراخو بتاعك اراخو، ثابت صح صح قوي. الله عليك يا ديبو، الله عليك يا ديبو. ها دي بروين، ها برضو برضو، حلو حلو، ما تزعلش لما تخرج دلوقتي، ما تزعلش.
تعالى لي يا عم فاتي، تعالى لي عشان انا قلت لك ايه، لو بصيت هخرجك. بسيط صح؟ تعالى بقى تعالى. الله عليك يا عم دي بروين، والله العظيم لمسات سحريه. ها ودي حلوه كيسي، حلوه بالراحه كيسي، بالراحه كيسي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هو ليه 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 كارت احمر يعني؟ يا ابني احنا كسبانين يا ابني. عاش قوي زكريا، معلش معلش معلش، نقفل نقفل الزاويه. عاش قوي يا راخو، تاني تاني لما نشوف اخرتها. معاك كانسيلو، معاك كانسيلو، معاك كانسيلو يا ولد يا راخو. ها الله يا دي بروين، على البعيد خالص بقى، على البعيد. ليفا ماشي ماشي ماشي، لسه الماتش يا ابن اللعيبه. دي بروين ها ها، طالع بقى طالع بالهيد. ها قافل قافل خالص. ايوه ايوه مش مشكله مش مشكله، ما تتكلش بس. صح كده صح كده. مارتينيز مارتينيز يا حبيبي، تاني تاني يا ابني، انت مجنون يا ابني. حلو قوي حلو قوي، دي مش فاول طبعا، لكن انا تدخل عادي جدا، اخد فيه كارت احمر. انتوا متربصين والله بينا، متربصين بينا بس ماشي. الله عليك يا عم ليفا، هنخلصها ولا ايه؟ هنخلصها صح؟ هنخلصها بالظبط، هي دي هي دي، التيكي والتاكا التيكي والتاكا. عاش قوي دي بروين والله، عاش قوي عاش قوي ريناتو، عاش قوي ليفا، عاش قوي يا ليفا. بس خلاص يا جماعه، خلصت خلصت وسهله وبسيطه جدا، خلصنا الماتش. انا واقف اهو، هقعد اقعد ولا اقف؟ اللي انتوا عايزين. يلا يلا، وان تو مع رافينيا، وان تو مع رافينيا دي بروين والنبي. يلا يا رافا، يلا يا رافا، يلا يا رافا، بتاعتك 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 بتاعتك. برازيلي واسمر برقصوا سامبا، ايه او برازيلي واسمر برقصوا سامبا، ايه او برازيلي واسمر برقصوا سامبا، ايه او برازيلي واسمر برقصوا سامبا. هي دي هي دي، عشان كده قلت لك روح خلص، عشان عايز اغني لك الاغنيه، لسه حافظها امبارح فعايز اغنيها. عاش قوي عاش قوي يا البلازيليلو. خلاص يا حكم بالله عليك بقى، الماتش خلصان اصلا من الدقيقه الخامسه، من الدقيقه الخامسه، على الرغم من التحكيم وعلى الرغم من الصعوبات كسبنا بالخمسه على ارضنا، ثلاث نقاط ان ذا بوكيت. اللي بعده تشكيله مباراه رايو فايكانو، مارتينيز، ديست، جوميز، توموري، بنشلول، ريناتو، سانشيز، جافي، انيستا، زياش، مرموش، ممفيس ديباي. لا بديل عن الثلاث نقاط، وهفضل عيد وازيد واكرر نفس الكلام. خلاص معلش بس يا جماعه، تم توقيع عقوبه قيمتها 377,560 قرش يورو على فرانك سي نظرا للتدخل الغبي اللي انت عملته. كسبانين اربعه يا طور، كسبانين اربعه تقوم داخل مشانكل الواد من ورا تاخد كارت احمر، ده ينفع؟ طيب وبعد الاستعطاف عشان انا بحبك، بدل ما 377,560 قرش هيبقوا 380، تمام؟ ثلاث نقاط مهمه، انا قاعد في المدرجات مش هلعب الماتش ده وماليش نفس، فثلاث نقاط مهمه. معروف رايو فايكانو يعني فالكاو، رايو فايكانو يعني فالكاو. يلا مرموش يا راجل، افتح على البعيد، افتح على البعيده. صح صح صح، نزنق نزنق اكتر، نزنق اكتر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا توموري. صح ماشي ماشي، ارجع ارجع جاد. ها ماشي شغال شغال، لسه لسه اول 10 دقايق وبنسخن يا ميسر الحال. ها يا راجل بيجريك 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 يا زياش. صح ها، على الحيكي على الحيكي، ماشي افتح بعيد افتح هناك. صح ها يا راجل يا راجل يا راجل، خلص نص ساعه ليه مع رايو فايكانو، دول المركز ال 19. حلو 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 حلو، يلا 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 ماشي. صح مرموش يا ربي، ايه يا عم اربولا اربولا ده انت. صح يا ساتر، ما تخلونيش اضطر انزف اقف على الخط، مش قادر، عايز انتخ وريح يا ساتر. لا 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 لا، صح صح صح، لا 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 لا، مش هينفع كده مش هينفع كده مش هينفع كده. يلا يا اخوانا يلا يا اخوانا، الكره اللي في العرض دي ما تنفعش، يلا يلا ضايقوني. ها يا جدعان، ثلاث نقط مهمة، يا خرابي يا خرابي علينا. ها أنا نزلت لكم، أنا نزلت لكم عشان نخلص الماتش ده. على الهادي يا رافينيا على الهادي. صح يا بنشلول، قافل قافل. ليه 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 فتحت كده؟ ليه فتحت كده؟ صح يا بنشلول، صح يا بنشلول، خرج الكرة صح صح، خرجوا فالكاو، فالمفروض الدنيا تهدى، المفروض الدنيا تهدى. صح يا اخي رسام، يا اخي يا اخي رسام، يا اخي يا اخي الرسام يا اخي. شفت لما عملنا السويتش، لما عملنا السويتش جبنا رافينيا البرازيليلو برازيلي واسمر برقصوا سامبا، وجبنا الممس
والرسام، بص الرسام، بص الرسام، بص لعبها ازاي، رسام رسام باور بوينت. هي دي هي دي بتاعتنا بتاعتنا بتاعتنا، ما نتشتش وما نتهتش. ايه مش عارفين ناخد الكره من رايو فايكانو؟ الله الله عليك الله عليك، صح صح صح. معلش يا عم انيستا، معلش معلش، تعال بس على نفسك وزيد. الله هو اكبر عليك يا ابني، الله هو اكبر عليك يا حاج. ها انيستا، اه ماشي ماشي، لسه لسه، اه حلوه 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 حلوه، خساره والله خساره يا عم انيستا والله. بس 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 صح بتاعتنا يا راجل يا راجل، العب في الزق. صح صح قوي رافينيا، صح قوي رافينيا. برازيلي واسمر فين؟ يا ساتر يا ساتر، فاول يا حكم، فاول يا حكم. ما تتكلش ما تتكلش يا زكريا، ما تتكلش يا زكريا، طلع طلع يا ولد يا رافينيا، يا ولد يا بلازيليلو، لو تعرف هناك خالص. لا لا العب للسهل، العب للسهل، العب للسهل، هو تاني هو تاني البلازيليلو. يا راجل يا راجل بتعمل ايه بتعمل ايه، خلص يا ولد يا ولد على الخروج بالكوره. ها مش مشكلة مش مشكلة، خلصت خلاص يا حكم. الدقيقة 92 حكم خلاص، عاش عاش. ثلاث نقاط من هي دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضلوا اقعدوا يا اسد. مباراة اولمبيك ليون، مباراة صعبة في دوري الابطال ومهمة، مش صعبة بس، هي صعبة ومهمة. تشكيل هذه المباراة في بدايتنا ان شاء الله بعون الله في دور ال 16 هتبقى كالاتي: لوتارو مارتينيز، زكريا كانسيلو اراخو جايا، سانشيز كيسيه دي بروين، رافينيا ليفاندوفسكي وفات. عايز اللي يجيله فرصة يخلص، عايز يخلص بسكور. القاعدة بتاعت الهدف والمهدفين لسه موجودة هنا ما اتلغتش، فعايز اخلص عايز اخلص. دي بروين هتلعب اللعب بتاعك، هتلعب الباص اللي بيودي على طول. ليفا حاول تخلص لي النهارده الماتش، اوكي يلا يا جماعه فاموس. بوتوغ بوتوغ علي جو فودري على ميزو بوفينت يسليم ما فين دا ديفون كدوستي فال با بزينيدين زيديان بافو بافو دو دوفلي بال دي لابول ديفانسي زين الدين زيدان تيري أونري تريزيغي بارتيز ليليام توران ليف ديس بونف تيف. يعني دعونا نقف وقفة مع النفس من الاخر، لانه انا جاي فرنسا النهاردة باري علشان او ليون ان انا اخد الثلاث نقاط من هنا او الفوز بمعنى اصلا. مش عارش بس الثلاث نقاط دي مجننة امي، لكن انا بطمن كل الجماهير العشاق الحلامة للبلوجرانا نادي برشلونة التيكي تاكا الحيكي والميكي ان احنا we are here. thank you and attention جون attention باتون سالي تون سالي دي كرواسون دي لو بيتي دي لو بيتي ميرسي. هي دي هي دي، يلا 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 يلا. لا تقول لي بقى لا لوبز ولا كونكريت ولا اللعيبه الكسر بتاعت ليون دي. بص بقى بص بقى بص بقى بقى الدور اللي يشرح بقى. دي فيها فيها ليفربول دي. ها ولعب دي بروي مواتنج ميسي على ظهره. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 ما نتكلش ما نتكلش ما نتكلش يا ولد يا كيسيه يا ولد يا كيسيه، طلع 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 طلع، خرج الكوره يا بابا. اوفسايد يا حكم، اوفسايد يا حكم، صح واضحه واضحه. يخرب بيتك، عاش قوي زكريا، عاش قوي زكريا، تصليح الخطا عاش قوي. ها هتروح معايا ولا ايه؟ صح يلا ليفا بتاعتك والنبي بتاعتك والنبي. حلوه ليفا حلوه ليفا، تاني تاني تاني، طه حلوه قوي حلو قوي. انزلي تحت انزلي تحت، زيد زيد زيد. ماشي ماشي ماشي، لسه لسه معانا الكوره، لسه معانا الكوره. يا دي بروين يا دي بروين، اتقل اتقل يختي. تاكا لو مارتينيز، صح صح بتاعتنا صح. يلا يلا يا جدعان الجون اتاخر، الجون اتاخر يا ولد. يلا كانسيلو ارفع واحده. ماشي ماشي ماشي، بتاعتك بتاعتك بتاعتك، صح يا ديبو صح يا ديبو صح يا ديبو صح يا ديبو، طولت منك قوي. يا لا لا ما نتكلش ما نتكلش ما نتكلش ما نتكلش يا جدعان يا جدعان، ما انا بقول يا جدعان ما انا بقول، اسمعوني. ماشي ماشي، صح رافينيا صح رافينيا صح رافينيا. ها ها مين معاه تحت؟
هي يا دي بروين، هي يا رافينيا. صح يا ابني، صح على ارضهم. عاش قوي رافينيا، عاش قوي، فرحوا زقطاته. ها هي، بص هي دي اللي انا بنتكلم فيها. ماشي. لا 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 لا، طالع على طول. بس بتاعتنا، صح حلوه ديبو. يلا رافينيا، خش لجوه. ها يا ابن اللعيبه يا ليفا، حلوه. تاني مفيش مشكله. جابها بطريقه صعبه قوي يا ابن اللعيبه، على لفه الدماغ. بس شالها. حلوه بتاعتك بقى. يلا يا راجل. ماشي. لسه اخر هجمه يا راجل. بتبصي فين يا ليفا؟ تعالوا. حلو الاداء، بس محتاجين نخلص. ليفا بتجيلك كور تخلصها على طول، ما تدورليش على دي بروين. خلص انت قدام الجون يا راجل، ودي بشمالك، انت بتبصي ايه؟ يلا يا جدعان، احنا على ارضهم ومتعادلين، فرصه عندنا كبيره ان احنا نجيب التاني والتالت على الحكي والميكي. ماشي يا دي بروين. ايه دي يا جاي؟ كويس انك لحقت نفسك. ها هي دي لو كانت ضاعت كانت هتبقى فيها مشكله، لان انا رافينيا اللي فاضي. صح كيسو، صح، اعملهم كده. ايش الفرانك يانيك كاراسكو، هي دي. عاش قوي لرافينيا بقى، ليل دي بروين. صح ديبو. زايد. ها معلش، ايه ده يا ولد بتاعتك البرازيليه. وخلص انت الكلام، انت رايح له يا ابني. ياخد فاول احسن. احنا معانا الكره وزياده. يلا ماشي. صح هي دي. صح الاستلام، هي دي. باموس. عاش قوي ليفا، والله عاش قوي. حلوه. صح، يلا فاتي مختفي الماتش ده، بس كويس. يلا زيد بتاعتك. زيد معانا مساحه. ها خلاص هما ضغطوا علينا واحنا خلصنا. صح يا ديبو. اديله القضيه. معانا فرصه نزود. كل ما زودنا كل ما خلصنا احسن. بتاعتك يا كانسيلو، رايق قوي يا كانس. حلوه قوي يا كيسو. لا ما يخشش فينا جون. الله يا اراخو. يا راجل بتستلم بايدك ليه؟ بتاعك يا زكريا يا ولد. حلوه دي بروين الفكره، لسه. ها بتاعك يا راجل، خش عليه سايبه. بس. ها هو ايه حكم فيه يا عم؟ ما الكره معانا، خلاص سيب لنا الملعب. تعالى اراخو، انزل اتوموري، انزل اقفل الدنيا. ضاغطين نقدر نخطف بالخامس. خلصونا وريحونا. ماشي 4-1. حلو طبعا. عاش قوي على ارضهم وسط جماهيرهم، بالهاتريك، بيدب مطرح ما يحب. هي دي الصفقات اللي بتجيب امجاد وتاريخ وفلوس. اللي واخد موقف من النادي يقعد ويريح. احنا هنا. مساء الخير. كوم استاس اميغوس ليدا ساتروس بنتاتيس لامينيتوس باتوتوس. خلينا نقول ان احنا بنلاعب صاحب افضل مركز رابع في مستوى العالم، هو نادي اشبيليا. ولكن احنا مش قادرين ننتظر المباراه ان نطرقع لهم. المباراه دي هيلعب فيها الاولاد وهيكونوا على قدر المسؤوليه، ان احنا مباراه مهمه جدا، صاحب المركز الرابع. بعديها عندنا متصدر الترتيب نادي اتلتيكو مدريد، وعلى امل ان احنا نكسبه، ولكن ان شاء الله احنا قادرين. التشكيل شبه معروف للجميع، ولكن في تويستات صغيره هفاجئ بيها نادي اشبيليا، على امل ان احنا نخلص الماتش في البدء. ولكن احنا ان شاء الله قادرين على انهاء اللقاء، والفريق لا يتوقف على احد، بل يسير في طريقه في قطار منتظم. يلا بتاع المركز الرابع ده سهل نجيبه. مين ده؟ مين الولد رقم 20 ده؟ يلا ديبو. ما كانش ينفع تريح للماتش ده ولا الماتش اللي بعديها. تريح، خلصنا الماتش ده وحسمناه بدري. قعدك حبش الملعب بتاع السيراميكا ده. مش ده السيراميكا برضو اللي بيقولوا عليه السيراميكا ده، ولا بيقولوا عليه ايه؟ لا ده الريمون سانشيز بثخوان بيقولوا عليه كده. فين الحكم؟ ماشي يلا يا مؤثر الحال، هتناموا متنكدين. انا اضمن لكم كلكم كده على بعضيكم كجمهور هينام متنكد النهارده.
ايوه يا عم دي بروين يا ملك الهتارك. عايزين بس نشوف مين التشكيل الفرقه مين، عايزين نشوف مين بيلعب في اشبيليا بس دلوقتي عشان يبقى الكلام في الـ في الـ في السيف سايد. نيفيس، بونو، فرناندو ده ولا فرناندو. ايوه طب ده سهلين قوي. يلا ميمس، يلا ميمس دي المفاجاه. ايه يا جافي دي ما نستهترش ونلعب الكوره. يا ولد يخرب بيتك يا جوميز، عاش قوي يا ديست، عاش قوي يا مارتينيز وديست، عاش قوي. ماشي حلوه، عاش زياش، عاش في تواطؤ مع البونو بس حطها حلوه زياش، والله حطيتها حلو. ما يعديش يا بن شلول، ما يعديش بتاع كاريناتو. صح. يلا يا ليفا بقى. اديني في الاكسات. هي دي. عايزين نقرب اكتر. عاش قوي دي بروين. لمسة ولعبة. انتوا ماشي دي باي، ماشي دي باي صح، انت عملتها صح. يلا زياش، واحدة يلا. انت يا ابني حكايتك مع العرض يا ابني، احنا مش في تقسيمه. حلوه زياش بس يعني مره جايه جون بقى، مره جايه جون، عملتهم مرتين الاثنين في العرض. الله خلص يا دي بروين. هي دي. عاش قوي الكيمستري اللي ما بين ليفاندوفسكي ودي بروين، عشان كده ما رضيتش اخرجه. عاش قوي. روح ودي على طول، ما تبصيش، قلت لكم هتروحوا كلكم ومتنكدين بتوع سانشيز بالخوان، قلت لكم. وحشه دي بروين في نص الجون ليه؟ ماشي يا ابن اللعيبه يا ليفا، انا على الهادي، مش محتاج ان انا ازيد في الاحتفال وزيط والكلام ده كله، على الهادي. مين بيبعت لي بقى كده وريني؟ دلوقتي بقيت انا لابورتا يقول لك قاعدين بتغدوا ومبسوطين وفرحانين بينا قوي. ماشي، عاش قوي ليفا، عاش قوي يا ابني والله. الشوط الثاني دي بروين هتريح عشان ماتش اتلتيكو. هي دي في زاويه فعلا. يخرب بيتك يا ديست. لا، كلين شيت. ايوه كلين شيت يا ولد، زيد واجمد. ها صح، ليفا الرابع ولا ايه يا راجل؟ الهاتريك بقى، تعالوا. عاش قوي الاداء، ولكن سنجري بعض التغييرات. هنبتدي نضغط على الدقيقه 70 هنبتدي نضغط. ماشي، دلوقتي هيجي زياش هنا، وانت هتخرج وينزل، انزل الرافينيا ماشي، واطلع ليفا وانزل مرموش. حركوا لي الدنيا وحافظوا لي على النتيجه، مش عايز يحصل اي مانك. خلاص حد شافني ببص في ظهر حد كده. بتاعتك يا مارتينيز. صح، هو ده اللي انا عامل حسابي فيه. مش ده الواد ارثر؟ اهو راكيتيتش وبتاع، بتحتفل يلا، ده انت بجح قوي. يلا يا جدعان، لسه 3-1، مش عايز اخطاء دفاعيه. لمسه ولعبه، العب السهل يا ولد يا جوميز. حلو قوي. ها يا راجل لمرموش. يا لهوي عليا، يا ولد يا ريناتو. روح ابلا زليلو، ها 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 ها. ماشي بتاعتك. لسه ريح ودي. ماشي حلو. تاني نسبت. يا دي باي خرج الكورة. دي باي ليه كده؟ صح، بص ابتدوا يضغطوا. تعك ديست ما يعديش. صح، بره يا حبيبي، بره يا حلو يا جميل. يا ولد يا ديست، انت اللي فيك تخلص الماتش. ها على البعيده. ها راكب بقى ومخلص يا ابن اللعيبه ديست. ماشي حلو. تعالى لي يا جاف، انزل يا انيستا. يلا حكيم، واحده بقى، التالته بقى. ماشي. لسه فاضل 5 دقايق واحنا اللي كسبانين. نهدى، مش عارف متوتر ليه، انتوا موتريني ليه؟ بس نهدى ونتكل على الهادي. يا ولد يا مارتينيز، عملوا بتيجو على ترانكيلو. صح يا نيستا، صح يا رسام. ها يا ولد يا عم الرسام،
رسمه باظت ولا ايه؟ خلاص يا عم الدقيقه 93 انت مدي دقيقتين كسبنا كده كده حتى لو دخل فينا جون. بس خلاص 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 يس قلتلكوا هتروحوا متنكدين ثلاث نقاط من ملعبكم عاش. عملوا بتيجي قاعد على الراسي ها لا 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 ولا 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 كلام عادل. واتت اللحظه الفارق مازال فرق التسع نقط ما بيننا وما بين اتلتيك والدنيا مسحومه ومصعبه جامد ولكن موقفنا في جدول الترتيب ما اتغيرش لان ريال مدريد ما خسرش ولا تعادل واتلتيكو نفس الكلام. اتمنى ان احنا نقدر نعمل حاجه قدام اتلتيكو نكسبهم لاول مره الموسم ده على الاقل لو حصلت اي حاجه في الدوري وما خدناهوش يبقى على الاقل المباراه الوحيده اللي خسروها على ايدينا. الامل فيكم الامل فيكم يا اولاد. تشكيل المباراه هيكون كالاتي بسم الله الرحمن الرحيم لوتارو مارتينيز و ايه ده مين دول؟ طيب لا بص بص ركز معايا بقى ايه لوتارو مارتينيز وكانسيلو وزكريا واراخو وجايا وهنا كيسيه والثلاثي دول ايوه بالظبط زي ما احنا ولكن هنا فاتي وهنا البلازيليرو. خلاص انتوا الامل يا رجاله انتوا الامل. مساء الخير. خلينا نقول انه الموسم بيصعب وكل ما بنقرب من النهايه كل ما الدنيا بتبقى اصعب. عارف ان لسه المسابقه مطوله لسه معانا حوالي 13 ماتش المنافسه ممكن تبقى مستمرة ولكن ده الامل الاخير ان احنا نقدر نكسب في اتلتيكو مدريد ونحقق فيه نتيجة ايجابية. انا بعلنها صراحة ان لو ما كسبناش اتلتيكو مدريد المباراة دي لا تعادل ولا خسارة هينفعه. لو ما كسبناش مبروك على اتلتيكو مدريد الدوري مبروك على اتلتيكو مدريد الدوري ولكن احنا جاهزين ومركزين وواعيين جدا جدا. دي بروين جاهز كل لعيبة جاهزة محتاجين كل التكاتف. فجماعة بالله عليكم اللي بيقزقز لب ورا انا قايل يا جماعة لا سوداني ولا لب سوبر ولا اي حاجة في المؤتمرات الصحفية للدرجة دي وما فيش احترام مش ممكن يعني يا اساتذه. انت منين يا ابني؟ انت من اتلتيكو اليوم صح؟ ما هو مش هينفع والله العظيم. انا قايل يا استاذ عبد الحميد يا استاذ عبد الحميد ما يصحش والله. انا ماشي يا عم السلام عليكم. يلا يا ديبو يلا يا ديبو يلا يا جدعان يلا يا جدعان ده ماتش البطوله والله ماتش البطوله هو وريال مدريد دول ماتشات البطوله. يلا يلا يمسك يا صح يتمسك اللورينتي لورينتي والهوملز يا ميسر الحال يا رب. مقبود عم محمد والله قلبي مقبود. هنكسب يا محمد ان شاء الله هنكسب. مع اني ما كنتش عايز العب الصبح وقدمت التماس وقلت يا جماعه لعبونا على الكامب نو بدري. عم راغب الحكم عم راغب رجع يا حكم تاني عم راغب رجع يا بلد. السفاره النزيهه والحكم النزيه رجع يا بلد. عم راغب رجع يا بلد. نعم يا ابني هات الكاميرا على عم راغب. هات يا مخرج الكاميرا على عم راغب. الحكم عدل العدل العدل يرجع عم راغب والله والله يا عم راغب اهو شايفه عم راغب اهو والله شايف. انت كريم يا رب انت كريم يا رب. عم راغب رجع الحمد لله. نمسك الولد جريزمان ده نديله. عم راغب يا ابني انت اللي بتتصور. ماشي يا حبيبي. عم راغب بالله عليك بلنين بقى البلنين. يلا 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 زكريا يلا كانسيلو يلا رجاله يلا كيسو ثلاثة بتوع نص الملعب يفوقوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من ملعب الكامب نو في هذه المباراه الكبيره والمهمه جدا 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 في اطار منافسات الليغا سانتاندير بين فريقي اتلتيكو مدريد ونادي برشلونه. طبعا نادي اتلتيكو مدريد بيدخل هذا اللقاء وفي بطنه بطيخه صيفي في بطنه بطيخه صيفي لانه متصدر ترتيب الليغا الاسبانيه وبفارق مريح تماما عن نادي برشلونه بفارق 9 نقاط بينه وبين الغريم التقليدي ريال مدريد. ولكن هنشوف عمر خالد وكتيبه البارسا اليوم هتعمل ايه وبتفكر في ايه. هنشوف. ادي ليفاندوفسكي بيلعب واحده والثانيه طويله وعميقه حلوه عند الولد الشقي. الولد الشقي حلو قوي. عدى دفاتي لسه ولكن يا ولد يا سافيتش يا ولد يا سافيتش هذا المدافع البيوغوسلافي القوي جدا جدا جدا. ريناتو بيدور على كانسيلو. زاد كانسيلو ولسه وبو والنبي وبو مش ممكن يا وبلا. شلت الكرة شيلة حلوة جدا جدا ولكن لسه رافينيا معاك كرة عادي ولا ايه؟ دخل عليه ريناتو كده ضربوا لخمة مع بعضيهم ولكن كسيه. ضربة ركنية من ناحية اليمين يلعب الكرة طويلة وعميقة ولكن يطلع يا ولد يا شاقي يا لعيب. يلا يا سحلاوي يلا يا سحلاوي ويا ودي بروين عدى فات يلعب الكره يا راجل يا راجل العب السهله يا راجل حرام عليه. ان نادي اتلتيكو مدريد حتى هذه اللحظه ما خسرش ولا مباراه لسه طويله وعميقه. يا دي بروين خلص يا ابني الكره بقى. اتلتيكو ما خسرش ولا مباراه وبالتالي يصعب الامور رويدا. ادي موراتا من ناحيه الشمال ولكن معايا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب جدا جدا جدا
دينيس زكريا اللي لقى نفسه في مركز قلب الدفاع. مارتينيز بيلعب الكرة عند جواو كانسيلو، ريناتو سانشيز عدى ريناتو ورجع مرة تانية، لكن يا ولد يا لعيب بيحاول ياخد فاول بصياع جدا وتكتيك ممتاز، ولكن لسه وهي ويفتح لفوق وبو ويو والهدف. الله 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 على الجمال والحلاوه، مش مهم. حلوه يا فرانك يا نيك يا كيسيه، حلوه. كيسيه خد الكوره وبص بقلبه وما رحمش بعينه. بص ريناتو يا ولد يا لعيب يا شقي جدا، وحطها له في الضيقه وقفل عليه سافيتش، قفل على اوبلاك بصوره قويه جدا. ده لو في فار كان ممكن يبقى فيها كلام، لان برضو ليفاندوفسكي بيتذائب واقف قدام الكوره. وادي سيميوني هيطلع من هدوم. 1-0 فرانك يانيك كيسييه بيسجل الهدف السابع ليه في بطوله الدوري العام الاسباني، وبالتالي نادي برشلونه يزيد او يضيق الخناق على نادي اتلتيكو اللي بيحاول ان هو ما يخسرش هذا اللقاء. ادي ليفا عدى وفات، ولكن المباراه دي كنت اتوقع ان عمر خالد كان ممكن يدي ميمس ديباي لانها عايزه سرعات. فاتي، ولكن يا راجل ضيعها بمنتهى الرعونة وبمنتهى عدم الاحترافية، ولكن معها صافرة الحكم المحترم جدا الحاج راغب علامة، ونهاية أحداث الشوط الأول بتقدم نادي برشلونة بهدف مقابل لا شيء. أحرزه الولد الشائي لاعب خط النص كيسييه من تسديدة رائعة صراحة قصيرة، ثم نعاود أحداث أثر. في حاجة دايما بتقولك صباح الخير صباح النصر، مدحت شلبي محمد نصر، والكابتن مدحت هو اللي بيعلق على اللقاء والدنيا مزهزها. ليفا مش عاجبني، مش ايه ده، هو عم محمد هو مين اللي حط دباي بره ال 18؟ انت ها نسيت تكتب اسمه؟ طيب يبقى كده ليفا هيكمل معانا زي ما احنا يا جماعه ثابتين بنفس التشكيل. عايزين يبقى فيه فعاليه نلعب السهل، هنتفشخ الشوط الثاني. انا بقول لكم نلعب السهل ماشي. يلا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم، العوده مره اخرى واحداث الشوط الثاني. تغيير اول في صفوف اتلتيكو مدريد بخروج موراتا ونزول الملك اللاعب اللبن القادم اعتقد من نادي لاتسيو او حاجه زي كده، ولكن مش عارف والله. لكن خلينا نتابع ونبص ونشوف. فاتي الولد الشقي عدى وفات، بيحاول يدور على حد ويراوغ ولا ايه، ولكن لسه اتاخر في لعب الكوره. ولكن يا ولد يا جايه هيدي واحده من بعيد جايه، لسه يا فاتي، ولكن يا ولد لسه ريناتو والولد يا سلام يا أوبلاك بتصدي أكتر من رائع وأكتر من ممتاز في شوطة. بص تاني العادة يا ولد يا لعيب، حاجة في منتهى الأمبيونس يا ولد يا أوبلاك، اللي يدي واحدة ريناتو تاني، ولكن لسه ايه، ضرب الجزاء يا حكم. يا ليلة بيضة ويا ليلة صفرة ويا ليلة حمرة، ضرب الجزاء في توقيت ممتاز، تدخل مش حلو. ادي السيميوني بيقول ايه اللي انا عامله ده. ليفاندوكسا وادي جماهير برشلونة حط ايديها على دماغها، هنشوف ليفاندوكسا ولا كيفن دي بروين، اعتقد هيسيبها ليفاندوكسا. ليفاندوكسا على التنفيذ، ليفاندوكسا وضاعت يا ليفاندوكسا، ولكن عمر خالد بيقول معلش كمل ما فيهاش حاجه، دخل بمنتهى الرعونه، ولكن كانت عايزه يا راجل تبقى قويه حبتين. غلط، ولكن لسه وبه، ولكن يا راجل ايه، ما تبطل يا ابني حنتفه، اقسم لك بالله ما ينفع الكلام المايس دوت. اللي بيزيد بيدور على فاتي اللي بيلعب كورة حلوة جدا. خلصت خلاص، يا ليلة دقي. حلوة منك يا أنسو، حلوة منك يا فاتي، حلوة منكم انتوا الاتنين يا أنسو يا فاتي. يا سلام عليك يا ليفاندوفسكي، بيصلح الخطأ وضيع ركلة الجزاء بثرو أكتر من ممتاز وأكتر من رائع. يا سلام يا أنسو، يا سلام يا ابني، يا نهار أبيض، يا جمال على الحلاوة والحلاوة. أنسو فاتي وثق في عمر خالد وأعطاله المجال وسطر التاريخ بالامبيونسز بسيال. حلوة للصبح. 2-0 في الدقيقة 70، اذا يستطيع نادي برشلونة زيادة الغلة بالهدف الثالث هيكون فيها كلام كبير قوي. اشتغلت
والثالث ولكن أوفسايد، ولكن أوفسايد. يطلع يلعب الكرة ولكن ماركوس لورينت يلعب الكرة عند ديبول، حلوة طويلة وعميقة. يا ولد يا ولد يا ولد، لو لعب الكرة دي بروين هي ولا ايه، هي ولا ايه، هي ولا ايه. والثالث، خلاص خلصت، خلاص خلص الجيم اوفر. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير. والهدف الثالث، 3 برشلونة. ده عمر خالد هيقلع مالطا بره، ده عمر خالد هيقلع مالطا بره. 3-0 في مباراة صعبة تماما تماما تماما، 3-0. ولو صارت الامور كما خطت لها وساعد الامور ساعدت برشلونة حبتين، ابطال الدوري سهلين اهم. يا ولد يا ولد، وتغيير في صفوف نادي برشلونة عدى بطريقة كده سهلة، ولكن يا الله وبو، ولكن يا ولد يا ولد يا ليفاندوكسا، عد 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 دي بروين دي بروين. يا راجل، خلصت بالفعل، انتصار قريب جدا جدا جدا، اقل من 30 ثانية، ولكن هنشوف هنشوف ونتابع مع بعض لسه. وبالفعل يطلق الحكم المحترم تماما 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 راغب علامة، سافرت نهاية أحداث هذا اللقاء. وآدي عمر خالد يطل بالكوتشي الأبيض النصع في وجه دييغو سيميوني ليعلن الفوز بثلاثية نظيفة، ليسطر بأحرف من ذهب الهزيمة الأولى لفريق أتلتيكو مدريد هذا الموسم. سعدت بصحبتكم في هذا اللقاء والوصف التفصيلي، ألقاكم في لقاءات أخرى ومواعيد أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي الزين وآدي الزينة، هي الجنة هو جنينة. أعتقد أنه واضح للجميع وواضح لكل السادة المشاهدين المتابعين أن إحنا الفريق الوحيد اللي قدر يكسب أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري، وقدرنا غير بطولة الدوري أن إحنا تعادلنا معاه في وخدنا منه السوبر الأسباني، وكسبناه في لقاء العودة في الدوري، وتعادلنا مباراة الذهاب في الدور الأول. الفريق محترم جدا، لا فريقنا إحنا مش أتلتيكو مدريد، فريق محترم جدا وفريق على قلب رجل واحد. دي بروين بيقدم معزوفة، ليفاندوفسكي غايب طول الموسم، لما احتجته في هذا اللقاء ظهر وبقوة، الدفاع كلين شيت للمباراة التانية، ولكن احنا موجودين. الخناق اتضيق، بقينا فرق 3-6 نقاط ما بيننا وما بين اتلتيكو، متعادلين مع ريال مدريد، وان شاء الله الشهر الجاي نطرق على ريال مدريد، ولكن احنا موجودين وبقوة، وبنسطر باسمنا بأحرف من ذهب، وهقولها لك وهتسمعها معايا اللي هي ازاي. هي دي، فاموس.